غنية على المسرح أنت أكيد، لأنه استفدتي أكثر من وجودك بمواجهة مع اللجنة مع الفرقة مع الكاميرا، مبين أنه في عندك جزء كبير من الخبرة وإحساسك حلو كتير. أنا بحب صوتك. يعيشك أستاذي. أنا حبيت صوتك من أول مرة وإحساسك حلو قوي قوي قوي، ومقامك مظبوط جدا يعني بصراحة. يعيشك. مش عايزة كلام كتير، أنت صوت مهم الحقيقة جدا. مبروك مبروك حبيبي. ميرسي. غزوة يعطيك صحة. أهلا وسهلا. عشمي انه تاخذي بالك من حفظ الكلام لانه هذا مهم، ما يمكنش تكون مسلطن على موضوع الناس حافظاه وعارفاه وانت مغلط في الكلام وما عندكش حجه ان كل شيء موجود بالانترنت فيك تحصليه. طبيعي. لكن هذا ما كيخليناش ما نستمتعوش بجمال صوتك ومساحته وقوته وحنيته ايضا، فتبارك الله عليك. يعطيكم الصحه جميعا. مبروك مبروك. شكرا.